السلام عليكم، مرحبا بكم. هانتوما مسالقة لديكم حتى نتوما. لا فيديو تاعنا ها اليوم شتلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ها اليوم، ما نساوش الصلاة والسلام على حبيب مصطفى عليه الف صلاة وسلام. اما بعد، اليوم راح نجيب لكم واحد الوصفة مهمة بزاف، تهم بزاف الامهات وتهم حتى الناس الكبار. الوصفة هذه هي اللي هي الاسهال عند عفوا اللي هي الامساك عند الاطفال. يعني بزاف دراري يعني كيكونوا يسننوا، دي فوا كيكونوا مع السنان، دي فوا كيجيو من الامساك الحليب ولا مهم دي صغير يجيهم بزاف الامساك كما تعرفوا. انا بروح انا حنديرها لبنتي صغيره باسكو عندها هذاك لو بروبليم، كان ندير لها التيزانه يعني 100% بحول الله تعالى تنجح معكم حتى نتوما. انا عاد نديرها يعني كي تكون كرشها يابسه حشاكم. عاد ندير لها بنتي خلطت لي لويزا مع النعناع، المهم غير باش تبان لكم ليكم برك شتو كيفاش. هالمهم هذه هي هنايا. واش نقول لكم المكونات؟ نقول لكم انا ناجحه 100% باسكو انا بروح عاد نديرها لبنتي يعني على هذيك اللي شاركتها معكم. كما قلت لكم انا يعني التصوير هذا ولا حاجه غير هوايه، ونحب نشارك معكم الاشياء اللي يعني هما مفيدين وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتنفعكم. هذا ما كان المهم. بسم الله، هنايا عندي واحد ملعقه كبيره تاع لويزا، ملعقه كبيره تاع النعناع. اللي عندكم الا عندكم النعناع فريش ديروه يعني خضر عادي، انا هذا اللي عندي يعني عندي نعناع يابس، هذا هو اللي عندي متواجد عندي في الدار. وهنايا عندي واحد الملعقه تاع الكمون، هنا ملعقه صغيره تاع الكمون، هنايا عندي ملعقه صغيره تاع اليانسون، وهنايا عندي ملعقه كبيره تاع زريعه البسباس. كيما راكم تشوفوا يا البنات، هذو هما المكونات اللي جبت لكم اليوم، يعني موجودين في كل دار وكامل تعرفوهم، ويعني قاع طيبوا بهم. كي لا يطيبوا بهم الخبز انا بروحي عاد ندير الكمون، لا لا ماشي الكمون عفوا، عاد ندير يعني زريعه البسباس، وعاد ندير حبه حلاوه مع الزرع، يعني عاد نديرهم للوسمو يعني مع الخبز وكاعيتي كيجيو بزاف شابين. الويزا تاعي البنات اللي قالت لي يعني قالت لي مكسره شويه، انا بعتوها لي غير من البلاد على خاطر كما تعرفوا هنايا ما كاش يعني ولا كاينه يعني بشكل قليل جدا جدا اللي تلقاوها هنا في بريطانيا. البنات اللي يسكنوا هنا، الناس اللي يسكنوا هنا هم على بالهم. المهم تابعوا معايا كيفاش نحضر الوصفه هذه. وحبيت نقول لكم باش تنجح لكم، عفوا ضربني شي الريح، حبيت نقول لكم باش تنجح لكم يعني 100% المكونات ما ينقص حتى مكون. ولا كان عندكم بيبي تحت 6 شهور قسموا المكونات على زوج، ما ديروش هذا المكون، ما ديروش هذه الكميه، كل مكون قسموه على زوج، يعني ديروا النص ديالو. هذه الكميه نديروها البيبي اللي فوت العام، واللي يكون تحت العام نقصوا له النعناع غير الوريقات الفيزا كيف كيف من كل حاجه تنقصوا. المهم هذه هي البنات قسموا الكميه على زوج، وهذا مكان. هذه هي يا البنات الملاحظه الثانيه، هي البيبي تاعكم ولا يعني الطفل تاعكم ولا يعني البنت ديالكم يعني كي نوضوا من الفراش، يعني هذه هي نافعه حتى يعني الاطفال حتى يوصلوا 6 سنين هكذاك ولا يعني نفهم. احنا على بالنا بلي الدراري الصغار هما اللي تحكمهم، يعني من 6 شهور حتى لهكذاك عامين 3 سنين هكاك اللي تحكم الدراري، ومن بعد يعني نورمال. سمحوا لي على بالكم بنتي والله هبلتني كل دقيقه تجي عندي. المهم بقى خليكم ولادكم اللي ما عندوش ان شاء الله ربي يرزقوا. قلت لكم يعني تعطولو الكاس مع الصباح يشربوا اللي يشرب في البيبرون، تعطولو بيبرونه ما قبل الكاس تاع الحليب. يعني حبيت نقول لكم على الفراغ، البيبرونه الاولانيه والبيبرونه الثانيه ثاني ولا الكاس الثاني قبل الغداء قبل ما ياكل، ومع العشيه في الليل يكون راح يرقد. هذا ما كان مع العشيه حتى ياكل ويروح يرقد، هذه هي يعني تعطوهم تختلط في النهار كي تحسوا بلي كرشهم يعني تسرحت لهم يعني خلاص نورمال. تحبوا تخدموها لهم هكذاك يعني غير مره على لي غاز حشاكم ولا حاجه، يعني حتى لي غاز هذا التيزانه نافعه ومليحه بزاف بزاف، ولكن ماشي تخطات في النهار، تعطوها لهم غير هكاك اختراف في يومين في 3 ايام في الليل. هذا ما كان بصح للامساك، يعني عطيت لكم طريقه كيفاش باش تنجح لكم على خاطر لا تعطوهم ببرونه وحده ما راهيش رايحه تنفعكم وما راح دير لكم ولا شيء. وانا حنحضرها معكم، وانا حنحضرها لبنتي بسكو هي عندها بزاف مشكل تاع الامساك، كل ما يجيها الامساك ما نروحش لا سير ولا والو، ندير لها هذا الطريقه وهاد التيزانه باسكو ناجحه بزاف بزاف اكثر من اخر من السر. انا نقولها لكم وعن تجربتي الخاصه، بصح لازم تتبعوا نفس الطريقه اللي قلت لكم عليها، ما تزيدوا ما تنقصوا باش تنجح لكم المكونات هذو هما، ما تنقصوا حتى مكون، نقصتوا غير مكون واحد ما تخدمش معاكم مليح. هذه هي، نبداو بسم الله في الوصفه ديالنا، وصفه اللي سهله بزاف بزاف.
هنا نجيبو فاش نطيبوها كسرونه ولا اللي عندكم، نجيبو المكونات اللي قلت لكم عليهم هكذايا، مكونات نديروهم كاملين. قلت لكم الا كان عندكم البيبي صغير عفوا قلت لكم تقسموا الكميه باش ما تجيش كونسونطري فوق العام، ديروا له هذه الكميه ما تخافوا ولا شيء. تقدروا تخدموا بها هذه الكميه، تقدروا تخدموا بها حتى ريتلا، تقدروا ديروا حتى ريتلا تاع الماء وتخرج لكم يعني عادي. انا نحب ندير لها كونسونطري شويه باش تنفح اكثر. هذا ما كان، ديروا بهذه الكيفيه، المهم ما تبدلوا والو باش ان شاء الله تنجح لكم. المهم يعني نعطيكم نفس الطريقه باش تجربوا نفس الطريقه باش تنجح لكم، ما تبدلوهاش ومن بعد تقولوا ما نجحتناش، باسكو بزاف ناس تعطي لهم وصفه يبدلوها ويقول لك ما نجحتش. لا لا بنفس الطريقه، باسكو انايا حتى واحد ما قال لي هذه الوصفه، كانوا عندي هذه المكونات كاملين جربتهم لبنتي. انا نيتي غير على اللي قاصحه شكم، وهي كان عندها الامساك جربتها لها واحد نهار، قلت نعطيها لها على الفراخ، قلت بالك تنجح لها غير على النيه، ونجحت لها على هذيك اللي انا راح نجربها معاكم. هذا ما كان مكونات قاع درناهم. هنايا نفرغوا الماء، ما يكون لا مغلي لا والو عادي كما راكم تشوفوا. الله صعبكم بنتي والله هدلتني، ما خلاتني ندير والو، مي معليش نحاول نشرح لكم يعني والله نيتي غير يعني نشارك معكم اشياء اللي تنفعكم واشياء اللي هي مفيده. البنات كما راكم تشوفوا هنا نخليوها تغلي حتى تغلي مليح، كي تغلي لنا مليح نطفيو عليها ترتاح واحد وربع ساعه ونصفيوها. كما راكم تشوفوا ديجا هي بدات تغلي، كما راكم تشوفوا يا البنات انا راني نقصت لها باش يعني تاخذ الوقت تاعها باش تطلق شويه لداخل يعني يعني تطلق مع الماء تاعها وقعتيك. نخليها يعني تطيب شويه، ماشي غير تغلي ونحيها، لازم تخلوها تطيب شويه حتى تطلق مليح، وداك الوقت نطفيو عليها نخلوها ترتاح ربع ساعه ان شاء الله. البنات التيزانه تاعنا هاي ليك كما راكم تشوفوا هنايا، نفرغها لكم في الكاس، نعاود نديرها في البيبرونه على خاطر بنتي مازالها صغيره، وهنا نصفيوها ونفرغوها غير في الكاس. هذا ما كان هنايا البنات، بعد ما فرغناها في الكاس هذا ما كان، هذه التيزانه تاعنا. انا كنت ديجا صفيتها من نعاود نرجع هذايا باش نعاود نخليه يتلق لداخل، نعطيها منه يعني كامل النهار. هذا ما كان يعني كامل النهار نعطيها، كل ما نعطيها نعطيها بيبرونه صغيره ونقسموا لها على ثلاثه. الا تحبوا تضحكوا انا بروحي في الليل عاد نخدم التيزانه كيما هذه ونشربها بزاف مليحه. المهم نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، انا ما نطولش عليكم، نقول لكم الى اللقاء، دمتم في الله ويحفظه ومع السلامه، والى فيديو اخر ان شاء الله، وان شاء الله ديما نفيدكم ديما نجيب لكم دي فيديو شابين كيما وجهكم. شكرا جزيلا ومع السلامه.